So بنستخدم string library. So بنحط هون include string dot age as a string library has functions. عليها إلها functions أو اقترانات يسموهن that we use to manipulate strings. فهاي هي ال string library we included. فنبلش أول شيء بإعلان string. كيف نعلن string on all character. Okay. So on string definition and null character. اللي زي هيك. هاي النال كاركتر is used to mark يعني علامة to mark the end of strings علامة نعلم فيها نهاية السترينج. فإذا عملنا أعلمنا string زي هيك سي هذا الاسلوب هذا string not defined أعلمناه هسه ممكن نطلب سي تساوي A B C C of C ونشوفها كيف تشتغل. فهم؟ of C isn't known on so أنا نحطها زي هيك. فهم؟ وكمان C isn't known so لازم نعرفه C تساوي A B C. C out C and Y run هسا هي طلع هون مرتين هي طبعا C must be defined can declare شكله هسا لو اعلنا another string char A وحطينا هون واحد اثنين ثلاث بعدين حطينا C تساوي A C out C run say invalid array assignment so it doesn't work with a string to copy one to the other we have to use functions. أول واحدة اللي بدنا نستخدمها اللي هي strcpy a source to destination a source mean a destination mean C والsource هو A so C out C and Y run اوكي هاي نسخنا A to C سي هاي نسخة A to C هسه وين السورس هي strcpy so destination و source هون هسه ال How do we sketch this? How the string is arranged in memory? مثال هون إذا عندنا واحد اثنين ثلاث بنروح على الذاكرة و
وين ال هون فعندنا الذاكرة مرتبين زي هيك، هاي A zero A one A two A three وهكذا، بس احنا وين وصلوا عندنا A zero one A one فيها two A three فيها three، هاي فيها null character زي هيك to mark the end of string، نهاية السترينج هيك بسميها null character، نهاية string أو كعلامة تعرفنا وين نهاية السترينج. سو إذا بدنا نروح نطبع زي هيك cout أو نعمل string s I mean char d تساوي 1 2 ونحط هون باك سلاش 0 هاي النال كاركتر 3 end line I mean not end line and then c out d فراح يطبع لحتى نهاية السترينج اللي هي عند ال O. هذول ما بنطبعوا لأنه هاي we marked أو علمنا هون نهاية السترينج، فلما نعمل run هي هون وين وين هي 1 2 هاي 1 2 اوكي. سو بس منين اجت ما فيش 3 هاي منين اجت هون؟ بدنا نروح نحط هون end line run هي 1 2 say 1 2 3 ما طبعا لانه we mark نهاية السترينج هون اوكي the null character واللي هي ككاركتر نقدر نعمل loop through it مثلا هون نقدر نكتب زي هذولا أو هون سي أوت سي وي دونت وانت سي هاي هون نروح نكتب while دي اي لا تساوي نو زي هيك null character zero نفتح pause اوبس نفتح pause ونحط c out d i end line هسه هون بدنا نحط إعلان لآي تساوي زيرو زائد بدنا نزيد آي حتى ما بصير infinite loop so هون نكتب آي أو بلس بلس آي هسا نعمل run ونشوف إيش صار هاي طبعا 1 زي هيك وممكن نحط if statement إذا بدنا مثلا if di equal to الكاركتر t ونطبعها زي هيك ونعرف البادي هون بتدخلها شوي عشان تبين مرتب للبادي هون ونجيب له بادي فولت ونعمل run هيا تي سي نشوف الحروف اللي قبلها معاك تي
اوكي، هسه عرفنا هذول كيف يشتغلوا، بدنا نروح على other string function. لحد الان عرفنا هاي، هسه في عندنا function called strlen، وهون طبعا string بترجع لنا length، return length of string. يعني لو رحنا زي هيك كتبنا c out str len ولهذا السترينج راح يصفي 6 اللي هو دي، فنكتب اسمه هون دي ونحط ادلاين. هسه نعمل run ابغى اشوف الجواب، هاي 6 اللي هي the length of the string طوله. ممكن نحط نستخدم for loop for int j j less than strlen plus plus j. الآن مثلا نطبع c out hash d i end line. نروح نعمل run والجواب بكون هون، وينه؟ فيش، هاي 6. بس ليش ما طبعنا بالفولو؟ هاي i مش j، سو بدنا نكتب j هون لانه الكاونتر او الفاريبل باللوب هو j. فنروح لفوق هون، طبعا نشوف اذا في اوتبوت ولا ما عملناش راح. هاي الران اوبس جاي ليس ذان اس تي ار ال ان لينك، ما حطيناش الاسم السترينج هون اللي هي دي. نعمل ران بشوف طبعا اشي j for m j j less than، شو الغلط اللي هو for bit comparison between pointer and integer j less than اوبس وين احنا حطينا على اللي هاي هاي انا غلطنا هون، هون لازم تكون صح، وهذا نطيحها تحت اوضح. اوكي سوف نحطه عن سي اوت لاين هيك ونيو لاين، بعدين بنروح نعمل ران. وش صار عندنا؟ فور ام جي جي ليس ذان هذا الفور and j j less than string strlend plus plus j. ومش واضح شو الغلط هون، ISO C++ forbids comparison between pointer and integer. كيف صارت هاي؟ هذا end وهذا وين ال الخطأ ما كانش هون، الخطأ كان هون، نشيل هاي الحالة j s t r l e n d
عشان بتكون أقل من السترينج، يعني اللي هي 6 بعدين بتضل نقطة الفور لوب سي on 1 2. هاي طبعا هاي هسه بدنا نكمل على string functions. next other functions.